نبتدي بالموضوع الأول وما راح نروح بعيد، خلينا بمحافظات العراق وسوء الخدمات اللي تتوفر اليوم للمواطن العراقي سواء كان ببغداد أو بالمحافظات الباقية. وموضوعنا تحديدا اللي رصدنا لكم هو عن العطش اللي يصيب أكثر من 7000 مواطن في قرية أبو الشويش، طبعا بسبب عدم منح التخصيص المالي الكافي لمد الأنابيب. مثل ما نعرف احنا اليوم أزمة كهرباء عندنا وأزمة مي وهواية أزمات موجودة بالعراق، لكن هذه المنطقة اللي هي موجودة بالرابطة بين مدينة الناصرية وزقورة أور اليوم طلقوا استغاثة، حابين من الحكومة وطالبين حقوقهم الطبيعية هذه انهم ما يوصلوا لهم المي، وكانت اكو وعود منذ سنوات طويلة بس للأسف ما صار أي تفصيلة ثانية. اللي صار أنه هم اليوم طلقوا نداء للاستغاثة بتعليق لافتات داخل القرية للفت انتباه الحكومة لمشكلتهم مع شحة المياه الصالحة للشرب، واللي هم يعانون من هذا الموضوع منذ سنوات. وأيضا أبناء القرية أكدوا أنه هم كان أكو تخصيص مبالغ مادية ضخمة لإيصال المياه للقرية، لكن المبلغ ما كفى غير انه هم يسووا لهم انبوب مي واحد اللي هو 4 انج عكس المذكور بالمشروع اللي هو المفروض مكان 4 انج 8 انج. الامر اللي خلى اليوم اهالي هذه القرية تنتفض وتطلب الاستغاثة من الحكومة، لانه قرية كاملة تتكون من 7000 شخص اليوم ما عندهم مي صالح للشرب، وهي هذه أبسط الحقوق اللي اليوم تتوفر للمواطن العراقي المفروض، وهذا واجب اليوم بما أنه أنتوا عندكم مناصب واليوم أنتوا لكم دور مهم بالعراق المفروض توفرون الخدمات للمواطن العراقي. وهذه يعني هاي الأشياء كلش بسيطة، هذه حقوق ما المفروض احنا نطالب بيها سواء كان من مي من كهرباء من شوارع خلينا نقول متبلطة غيرها هاي المواضيع كلها المفروض تتوفر اليوم للمواطن العراقي، بس للأسف ماكو أي توفير للمواطن العراقي من هذا الموضوع. أما بالنسبة للجانب